وللمزيد حول استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 نتواصل الآن على الهواء مباشرة مع شبكة مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، ونبدأ مع مراسلنا من محافظة المحرق عمار العماري. مساء الخير عمار، إذن كيف تسير عملية التقدم بطلبات الترشح في اليوم الرابع في محافظة المحرق؟ نعم، شكرا زميلي صالح. أتواجد بمقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والمجلس البلدي. عدد المترشحين حتى هذه اللحظة من اليوم الأول بلغ أكثر من 80 مترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية. رأينا خلال هذه الأيام وجوه شابة تتقدم للترشح على محياها الشغف والحماس لتمثيل الشباب وتلبية طموحاتهم، في دليل واضح على وعي الشباب ونهوضهم بمسؤولياتهم الوطنية لتمثيل الشريحة الأكبر في مملكة البحرين وهي شريحة الشباب. الأجواء بشكل عام إيجابية، الإقبال مستمر، والجميع ينتظر اليوم الختامي وهو يوم الغد، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كثيفا من المترشحين. هذا كل ما لدي زميلي صالح، وفور ورود أي معلومات أو مستجدات سنوافيكم بها أول بأول. نعم، من محافظة المحرق مراسلنا عمار العماري، شكرا جزيلا لك. وإلى محافظة العاصمة حيث ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن المدفع. بعد التحية عبد الرحمن، لو تضعنا في صورة عملية لاستقبال طلبات المترشحين لهذا اليوم من موقعك في محافظة العاصمة. نعم زميلي صالح، أرحب بكم في هذه النافذة اليومية التي نطل بها عليكم مشاهدينا الكرام هنا من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب. يمكنني أن أعلن رسميا أن عدد مترشحين المحتملين لانتخابات عام 2018 هنا في محافظة العاصمة قد فاق عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2014. أكثر من 70 مترشحا محتملا تقدموا رسميا بطلبات ترشحهم هنا في محافظة العاصمة. يسرني أن يكون معي اليوم رئيس النيابة الأستاذ فهد البعينين، رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب. الأستاذ فهد، مساء الخير، أشكرك على تواجدك معنا. حدثنا بداية عن أين وصلت لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في عملية الفصل في طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأشكرك على هذه المقابلة. بالنسبة للطلبات اللي تقدمت عندنا من بداية فتح الباب التقدم للترشح لغاية اليوم نفس ما تفضلت تقريبا 70 طلب وأكثر، 71 طلب. اليوم اللجنة تمت الفصل في عدد 36 طلب، بالتالي أصبح عندنا 36 مرشح. كنا نتكلم أنهم مرشحين محتملين، صرنا الحين في 36 مرشح فعليا. اللجنة ما زالت تنظر في باقي الطلبات. احنا مثل ما انت عارف اليوم قبل الاخير، بكرة عندنا متوقع ان يكون هناك اقبال اكبر من اليومين السابقين. نعم استاذ فهد، منذ انتخابات عام 2002 وحتى اليوم نحن الان نسير في الانتخابات الخامسة في ظل العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى ايده الله، مملكة البحرين تتمكن من انجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. حدثنا عن الضمانات التي تنجح العملية الانتخابية. نعم، بالنسبة عن الضمانات، من أهم الضمانات الموجودة في العملية الانتخابية اللي مرت في البحرين من عام 2002 لغاية اليوم اللي هي الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. عندنا من صدور القرار بالعملية الانتخابية عندك من اللجنة العليا برئاسة معالي وزير العدل، مرورا باللجان الإشرافية، انتهاء بلجان الاقتراع والفرز. جميع هذه المراحل تتميز بالإشراف القضائي. من عندك في مثلا لو نتكلم عن المراكز الإشرافية، من النظر في جدول الناخبين مرورا بالمرشحين والفصل في الطلبات اللي تتقدم، انتهاء بلجان الفرز. عندنا لو بنتكلم عن الضمانات أيضا موجودة عندنا بإمكان مؤسسات المجتمع المدني أن هي تتقدم بطلبات إلى وزارة العدل، ويحق لها أيضا
المشاركة في عملية الرقابة على العملية الانتخابية. أيضا لو بنتكلم عن الإعلام، وجودكم عندنا اليوم في المقر من ابتداء من فتح الباب لغاية بعد إغلاق الأبواب، الصحافة دائما موجودة معانا. لو بنتكلم عن الضمانة أيضا، المرشح عندك الوكلاء وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، هاي أيضا من الضمانات عندنا. لو بنتكلم إضافة أكثر، عندنا الناخب نفسه يكون هو أيضا من الناس اللي تقدر تراقب على العملية الانتخابية. فجميع هذه المراحل تتميز أن هي ابتداء لانتهاء كلها بحرينية بامتياز. نعم. رئيس النيابة الأستاذ فهد البعينين، رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، شكرا جزيلا لك. إذا كما ذكر الأستاذ فهد البعينين، مراحل متعددة وكثيرة جدا من الضمانات التي تنجح هذه العملية الديمقراطية، عملية ديمقراطية وتجربة ديمقراطية نفاخر بها أمام العالم. هذا كل ما لدي زميلي صالح، وسنتواصل معكم بإذن الله يوم غد في اليوم الختامي والمرتقب لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة. إليك صالح. من محافظة العاصمة مراسلنا عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك. وأيضا من المحافظة الشمالية ينضم إلينا من هناك الزميل يحيى العمري. مرحبا يحيى، وسط هذه الأجواء كيف وجدتم الإقبال اليوم في المحافظة الشمالية؟ نعم زميلي صالح، شكرا جزيلا لك. الأجواء في المحافظة الشمالية لا زالت تشهد إقبالا ربما يعد كبيرا إذا ما قرنا بالمحافظات الأخرى في مملكة البحرين. نحن متواجدون هنا منذ اليوم الأول، حيث شهد إقبالا كثيرا جدا أو كبيرا جدا، قل في اليوم الآخر في اليوم الثاني ولكنه استمر بأعداد كبيرة. اليوم الثالث شهد إقبالا ربما متراجعا نسبيا في الساعة الأولى ولكنه زاد في الساعات الأخيرة. اليوم شهدنا إقبالا كذلك في الساعة الأولى ربما كان قليلا، الساعة الثانية والثالثة والآن نشهد إقبالا أكثر. هذه المحافظة بلغ عدد المترشحين فيها للمجلس النيابي أكثر أو حوالي 100 مترشح، للمجالس البلدية بلغ العدد قرابة 50 مترشح للمجالس البلدية، إذن بإجمالية العدد تقريبا 150 مترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية. هناك بعض الدوائر في هذه المحافظة تشهد منافسة كبيرة، مثلا المحافظة أو الدائرة الرابعة تشهد إقبالا كبيرا على المجلس النيابي، ربما بلغ العدد قرابة 15 مترشح للمجلس النيابي، والدائرة الخامسة كذلك بلغ العدد قرابة 13 مترشح، الدائرة الأولى 12 مترشح. إذن أعداد كبيرة إذا ما قورنت بالدوائر الانتخابية في مملكة البحرين للمجلس النيابي. هذا الإقبال الكبير وهذه الحماسة التي نشهدها لدى المواطن في مملكة البحرين وخصوصا في المحافظة الشمالية تشرف عليها اللجنة الإشرافية هنا برئاسة سعادة القاضي الدكتور أمل أحمد أبل. دكتورة، لو تتفضلي تحدثينا أكثر عن مجريات هذه عملية التسجيل للمجلس النيابي والمجالس البلدية، كيف تقرؤونها من وجهة نظركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أخي الكريم. بالنسبة للتوافد اليوم نلاحظ أن التوافد ما زال جيد، ونرى أعداد ما شاء الله فاقت 13 طلب للأخوة المترشحين طالبي الترشح. لله الحمد، مملكة البحرين تزخر بنظام دستوري وقانوني في مجال الانتخابات والعملية الانتخابية، فهي ضمانات تتوفر للشخص الطالب الترشيح وطالب الانتخاب أيضا كمنتخب. فالشخص يمارس حقه الدستوري بعد مرور الأمر بقنوات قانونية وقضائية، وهي من ضمن الضمانات المتوافرة للإنسان البحريني والمواطن البحريني لينعم بإذن الله في عيش رغد. بالنسبة لعملية اليوم تقديم طلبات الترشح، هو اليوم قبل الأخير كما نعلم جميعا، وغدا إن شاء الله هو اليوم الأخير لقبول الطلبات، وبإذن الله ستصدر قوائم المترشحين الأولية بتاريخ 22، فيكون من الأجدر على الأخوان طالبي الترشح الاطلاع على كشوف المرشحين التي ستصدرها لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية العليا.
سعادة القاضي دكتورة أمل، ربما زميل في المحافظة العاصمة زميل عبد الرحمن المدفع تطرق إلى الضمانات التي توفرها مملكة البحرين للناخب والمترشح، ولكن هناك إحدى الضمانات التي تحدثنا بها معك قبل الهواء، ربما ضمانة الطعون في 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 قوائم المترشحين للمجلس النيابي والبلدي، هل تحدثين أكثر وتطلعين على تفاصيل هذه المرحلة؟ هذا ضمان خطير ومهم جدا. نقوم نحن اللجنة، لجنة الإشراف هنا على سلامة الانتخاب بمحافظة الشمالية، بالاطلاع وتمحيص وتدقيق الطلبات المقدمة من طالبي الترشح، ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن عليه خلال 3 أيام من تاريخ إصدار الكشوف، وبعدها يكون تحويل الأمر إلى المحكمة ليكون درجة قضائية أخرى يأخذها ذلك القرار، أما بتوكيده وقبوله شكلا وموضوعا أو تغييره وهو تأييد شكلا في الموضوع برفضه وقبول المترشح إن كان قرار اللجنة بالدرجة الأولى هو رفض الشخص لأمور شكلية أو موضوعية. سعادة القاضي أمل أحمد أبل، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات الوافية. إذن مشاهدينا الكرام، تبقى المحافظة الشمالية تشهد إقبالا كبيرا وإيجابيا، أجواء إيجابية يعيشها المترشحون إلى المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبالغد سنشهد إقبالا ربما يكون أكثر بحسب ما أكد لنا المراقبون لعملية الترشح وتسجيل المجالس النيابية والمجلس البلدي. هذا كل ما لدي الآن زميلي صالح، سنوافيكم بكل التفاصيل بالتأكيد من المحافظة الشمالية يوم غدا إن شاء الله. شكرا لك يحيى على هذه التغطية المميزة. وأخيرا ننتقل إلى الزميل بسام لبدوي المتواجد في المركز الإشرافي بالمحافظة الجنوبية. أهلا بك بسام، كيف تسير عملية استقبال طلبات الترشح في اليوم الرابع من بدئها في المحافظة؟ اهلا زميلي صالح، تسير بكل يسر وسلاسه. لليوم الثالث نتواجد في المقر الاشرافي التابع للمحافظه الجنوبيه. كما تعلم زميلي صالح، شهدت اليوم المحافظه الجنوبيه امطارا غزيره، لان ذلك لم يمنع اللجنه المنظمه من الوجود مبكرا وفتح ابواب المقر في تمام الساعه 5 رغم تحديات المناخ وتحديات الطقس. ايضا المترشحين حرصوا على حضورهم لليوم الرابع على التوالي من فتح باب الترشح، ليتجاوز العدد في المحافظة الجنوبية 50 مترشحا نيابيا، وكذلك 45 يتجاوز 45 مترشحا بلديا. دعني أمر بنقاط سريعة حول مشاهداتنا اليوم ورصدنا لعملية سير طلبات الترشح هنا في المقر الإشرافي في المحافظة الجنوبية. شهد عددا جيدا من المترشحين، أيضا كان هناك حضورا نسائيا أكدوا على حضورهم وأكدوا كذلك على أهمية مشاركة المرأة في هذا الاستحقاق وفي هذه العملية الديمقراطية. كذلك أيضا تعرضنا للبرامج الانتخابية للسادة المترشحين سواء في المجالس البلدية أو النيابية، واستمعنا كذلك إلى العديد من المقترحات وكذلك بعض الأفكار التي تعتبر جديدة نوعا ما وخلاقة كذلك، وهذا اندل فيدل على تأسيس لمرحلة تنافسية في ما بعد انهاء مرحلة ترشح في الدوائر الانتخابية، كونها كما تفضلت أفكار خلاقة، أفكار جديدة استمعنا إليها. بالتالي أيضا دعني أتحدث أكثر عن دور المجالس البلدية. كما تعلم المحافظة الجنوبية هي المحافظة الأكبر مساحة، وكذلك تمتلك خصوصية فيما يتعلق بالمساحات الشاسعة. هناك القرى، هناك المدن، هناك الجزر، هناك البحر، هناك البر. بالتالي يتطلب العمل البلدي هنا في المحافظة الجنوبية عملا وجهدا مضاعفا بالنسبة لبقية المحافظات. بالتالي البرامج الانتخابية للمجالس البلدية كانت برامج جدا طموحة وتحمل العديد كذلك من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تنهض بالمحافظة الجنوبية أكثر فأكثر. أيضا هناك خدمة جديدة لربما هي لأول مرة في تاريخ الانتخابات البحرينية،
تقوم اللجنة المنظمة بإرسال رسائل نصية للمترشحين، والرسالة النصية تعني بالضرورة إذا وصلت للمترشح قبوله واستيفائه للشروط كاملة. سأتحدث أكثر عن هذه الخدمة مع سعادة القاضي رئيس اللجنة الإشرافية هنا في المحافظة الجنوبية سعادة القاضي إبراهيم الزايد. نرحب بك مجددا في نشرة الثامنة، وشكرا على تواجدك معنا. لو تحدثنا أكثر عن هذه الخدمة، خدمة الرسائل النصية التي بدأتم بالفعل بإرسالها للسادة المترشحين. هو في البداية أشكركم على تواجدكم معنا من وقت مبكر بالرغم من الطقس اليوم الممطر. فعلا هو استخدمنا هذه السنة هي طبعا طريقة المسجات التي ترسل إلى السادة المترشحين لتعلمهم باستيفاء الشروط الواجب توافرها قانونا فيهم، بحيث أن المترشح عندما يأتي ويقدم أوراقه هناك في بعض المتطلبات القانونية كما الاشتراط بأن يكون مثلا بحريني الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اكتسب الجنسية البحرينية أيضا 10 سنوات أو اكتسب الجنسية 10 سنوات. فهناك مخاطبات إلى عدة جهات مثل النيابة العامة وكذلك الجوازات وكذلك وزارة العدل للتأكد من عدم انضمام هذا الشخص إلى جمعيات حلت بحكم قضائي إلى آخره. عندما نستوفي تلك الشروط وعندما نتأكد من توافر تلك الشروط قانونا في المترشح نرسل مسج، وهذه لأول مرة من الانتخابات منذ 2002 لم تكن هذه الخدمة متواجدة، فقمنا بإرسال بعض المسجات في الأمس واليوم وصلت لبعض المترشحين، وما زال هناك أيضا مسجات سوف تصل البعض الآخر إن شاء الله. متى هو الوقت المناسب لبدء الدعاية الانتخابية؟ وفي قانون الدعاية الانتخابية المتضمن في القوانين العملية الانتخابية، هل تحدثنا أكثر عن هذا القانون وعن أهميته؟ هو طبعا بدء الدعاية الانتخابية سوف يكون إن شاء الله في يوم 22 أي بعد 5 أيام وهي أيام الترشيح، وقبل بدء الطعون هي الأيام 3، فسوف يبتدي الدعاية الانتخابية من 22 أكتوبر إن شاء الله، بما معناه أن سوف يعلق هناك الجدول الدالة على الترشح الأولي بالنسبة لقبول المرشحين، وتكون هناك 3 أيام وهي أيام الطعون، يستطيع أحد منهم الطعن على الآخر إذا كان في ذات دائرته، وبالتالي يصبح بعد 3 أيام ترشيحه نهائيا، ويستطيع من خلال تلك الفترة أن يقوم بممارسة دعايته الانتخابية إلى قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع. شكرا جزيلا لك سعادة القاضي إبراهيم الزايد رئيس اللجنة الإشرافية هنا في المحافظة الجنوبية، شكرا على تواجدكم معنا في نشرة الثامنة. شكرا. إذا صالح أعود لك، ولازلنا متواجدين تفصلنا نصف ساعة عن نهاية هذا اليوم، اليوم الرابع، وقدا بالطبع هو اليوم الأخير والمرتقب في جميع المحافظات، حيث من المتوقع أن يشهد يوم قد إقبالا كثيفا من قبل المترشحين الذين لازالوا يدرسون الوضع ويدرسون المشهد السياسي في دوائرهم ويدرسون كذلك حظوظهم وفرصهم في الفوز. بالتالي يوم غد سيكون يوم مفاجآت بالتأكيد. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة وأعود إليك. شكرا جزيلا لك الزميل بسام الأبدوي، والشكر موصول أيضا لبقية مراسلينا المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، وسنستمر في التواصل معكم لمزيد من التفاصيل حتى انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح يوم غد الأحد.